الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفه جديده. غادي نشارك معكم واحد كيكه كتجي زوينه زوينه، ومتاكده ان شاء الله الا جربتوها ما غاديش تندموا وغادي تعاودوا ديروها. دائما كنجيب لكم غير الحاجات الزوينه. اول حاجه غادي نبداو على بركه الله، نقول لكم بعد المقادير كنحتاجو. كنصايبو واحد السيرو اللي كنحتاجوه في التزيين، وكنحتاجوه في قلب كيكه. كنحتاجو كاس ديال الماء، كاس ديال الزيت، هذا بالنسبه للسيرو، وكاس ديال السكر، وعندنا قهوه سريعه ديال الذوبان، مهم كميه ديال جوج، وكاكاو مر. كنحتاجو كاكاو مر، هذا بالنسبه للسيرو. هذا نوريكم طريقه تحضير. من بعد كنحتاجو، باش غادي وجدنا السيرو ناخذ منه واحد الكاس، غادي نحتاجو ثلاثة ديال البيضات، وغادي نحتاجو جوج ديال الخمارات حمرين، وحده بيضه، وطحين زلافه ديال الطحين، نتمنى تكون واضحه. والتزيين كيبقى الاختيار ديالكم. انا اخترت هذا الفيرميسيل الكحل، شوكولاتة اسود الحبيبات، هذا اللي اخترته ونزين به. نبداو على بركه الله. حاجه كنعملو العافيه تكون مهيله، فوق منا واحد الكاسرونه، غادي نضيفو كاس ديال الماء، هذا بالنسبه للسيره، وغادي نضيفو كاس ديال الزيت. نضيفو المكونات مع بعضياتهم، وغادي نضيفو كاس ديال سنيده. كيف ما قلت لكم عندنا قهوه سريعه الذوبان، ديروا جوج، وكاكاو. المهم ضفنا كل المكونات تكون عافيه مهيله. المهم انا نقربكم اكثر. حنا ضفنا كل المكونات، نحاول نحرك حتى يتمزج الخليط مع بعضياتهم. المهم ها هو وجد الخليط ديالنا على هذا الشكل. هذا صافي، دابا غادي نطفيو البوطه، غادي نخليوه يبرد شويه، حيت غادي نقسموه على جوج، النص غادي نديروه في الخليط. من بعد غادي نهرسو ثلاثه ديال البيضات، بسم الله، غادي نوضعوها في الخلاط. وغادي نضيفو كاس ديال السكر، وغادي نطحنوه. من بعد ما غادي تطحن عاد غادي نضيف كاس ديال الزيت. من بعد ما خلطنا الزيت والبيض والسكر الخلاط بهذا الشكل، غادي نضيفو له الكاس من داك السيرو اللي حضرناه، وغادي نضيفو هكذا. من بعد غادي نضيفو دقيق بعد ما غربلتو، نضع جوج ديال الخمارات حمرين، بسم الله، ديال 8 غرام، خمارة ديال الفاني، خمارة بيضاء، نحرك المكونات. وكيبقى بالنسبة للدقيق على حسب الاختيار ديالكم، اللي بغيتوها خفيفة بزاف ما غاديش تصيبو الطحين بزاف، بغيتوها تقيلة ديري حتى من الأحسن ما تفوتوش زلافة ديال الطحين. المهم عندي زلافة أنا كتهز ربع ديال الطحين، 250 غرام.
المهم غادي نرجع لكم بعد ما نخلط المكونات. مهم انا استعملت عليه الخلاط اليدوي اللي عنده الطراب الكهربائي مزيانه. المهم انا الطحينه راه ما عملتوش كامل، ها اللي بقى شوف باش صافي بنت لي هذاك حبست، ما خصنيش تكون قاصحه هي عطيوها تحرك. بعد ما خلطنا المقادير وجدت واحد طاوة غلبتها بواحد البابي، حتى اللي ما عندوش المول يستخدم طاوة. بسم الله غادي نوضعها في الفران على عافية مهيلة. مهم وضعتها في هاد اللاطة، دابا غادي ندخلها الفران. مهم كيف ما قلت لكم عافية تكون مهيلة. ها هي وضعتها في الفران. مهم ان شاء الله ملي غادي توجد غادي نرجع نكمل معاكم طريقة ديال التزيين. وجدات لنا كيكة، نحاولوا نفتحوها بحال هاد الشكل. مهم وضعت داك السيرو، من بعد وضعت الفيرنيسي اسود، محصلنا على هاد الشكل هذا. المهم حصلنا على هاد الشكل هذا، هي تبارك الله كتخرج لكم التيتي ديالها كبيره، يعني حتى الا جاو عندك الضياف ما غاديش تحشم. بغيتي تخلي على هاد الشكل كتخليها، ما بغيتيش تضيف لها كاوكاو، انا عزيز عليا كاوكاو غادي نضيف لها كاوكاو. ها هو الشكل النهائي ديال الحلوه، صراحه كتجي زوينه. بسم الله نحاول نشارك معكم هاد الجزء، شوفوهم انا قلت لكم كاوكاو هي اللي بغا. انا كيعجبني داكشي اللي درتو، راه ممكن تكتفي غير بالفيرنيسي. بسم الله شي كيفاش كيجي، ما قلت لكم كتخرج واحد الكميه اللي هي كبيره. ما نوضعها في